للأسف غالبا لا يعرف الناس قيمة ما تفعله لأجلهم حتى تتوقف عن فعله. نعم للأسف هناك من يأخذك بشكل بديهي. Take it for granted. إنك تعطي ولا تنتظر شكرا ولا حتى ذكرا. تعطي وكأنه واجب عليك. أنت من تسأل، أنت من تتواصل، أنت من تدعم، وأنت من تدفع، وأنت من تتحمل. أما أنت فلا أحد يسأل عنك ولا عن أحوالك أو تفاصيل حياتك حتى تتوقف عن كونك أنت لتصبح مثلهم أو واحدا.